مرحبا، ويلكم باك تو ماي شانل بفيديو جديد. دونت مايند الصوت. كيفكم؟ شو اخباركم؟ كيف صحتكم؟ طمنوني عليكم يا رب، تكونوا باحسن الاحوال. وهلو بيوتيز، هلو كيوتيز، وهلو باترفلاي. فيديو اليوم هو من سلسله فيديوهات البدائل الرخيصه للميك اب. هيدي السلسلة معناته انه كل مرة بعمل فيديو، كل مرة اذا بدكم تسموها حلقة. بالعادة ما بطلع بوشي لانه عندي منتجات عم بقلكن البديل ارخص لإلها، وعم بعطي كل المعلومات على قد ما اقدر على المنتج وكمان البديل لإله. مش فيديوهات متكررة، هي الفكرة بتضلها دايما موجودة بالقناة. بين قوسين مثل كتير قنوات، بس probably رح تكون قنوات أجنبية، لأني أريد pay attention لهذه النقطة. بس من وقت ما فتحت القناة وأنا بعمل فيديوهات مثلا المفضلات، هي سلسلة دايما بتكون معي، مرة كل أسبوع، كل أسبوعين، مرة كل شهر، على حسب موضوع الفيديوهات. فهيدي السلسلة بالتحديد أنا بلشتها من تقريب 5 أشهر 7 أشهر بهيدا الرينج، probably بأول هيدي السنة، وعمري ما قلت على منتج ورجعت كررته. كل الفيديوهات تبع هذه السلسلة شي 4 أو 5 فيديوهات، ما في منتجات متكررة نهائي البت. إذا عم بتدوروا على ميك اب وهو غالي وسمعتوا عنه وإذا منيح مثلا وبدكم تجربوا وما نكون قدرانين، عم بحاول على قد ما أقدر أعطيكم البديل رخيص لإله. sometimes بيكون نسخة طبق الأصل من المنتج الرئيسي، sometimes بتكون احسن، يعني الدراج ستور برودكت احسن من الهاي اند، و sometimes بيكون قريب نوعا ما لإله، مش 100%، وانما انا عم بحاول اقربكم المسافات على قد ما اقدر. ماشي، هيدا الفيديو كالعادي راح يكون 10 منتجات ميك اب مختلفه، سواء اي شادوز، سواء ليبستيكس، ليب جلوسز، فاونديشنز، كونسيلرز الى اخره. فعم باخذ الهاي اند برودكتس وبالمقابل عم دور له على الدراج ستور برودكتس. طبعا الدراج ستور مش معناته انه رخيص وحالته وشفايه، كانت لالا الله يرحمها بتقول كلمه شفايه، وانما عم دور على منتجات حنينه على الجيب، رخيصه بس جودتها منيحه. واهم شيء انه المنتجات ما تكون مضروبه، ما تكون كوبي، لانه الكوبيز ما نكون عارفانين بشو مصنوعين، رح تأذوا بشرتكم. وطبعا بالنهايه كل واحد حر يتصرف بمصرياته بالطريقه اللي بيشوفها مناسبه ليه. وكمان معلومه كتير صغيره، مش بالضروره ان المنتجات كليتها اللي بذكرها انا بتعجبني شخصيا، فعم بحاول على قد ما اقدر الاقي بديل لمنتجات غيري بتعجبه. اول منتج معانا على فيديو اليوم هو الكونسيلر من عند Hourglass، بالتحديد The Vanish كونسيلر. هيدي البراند من احب البراندات الى قلبي، بعشق الفونديشن ستيك تبعهم، بعشق الامبيان باليت تبعهم، ونفس الشيء بالنسبه للكونسيلر. البديل الارخص له هو كمان من مفضلاتي وحكيت عليه كثير مرات، نيكس كونسيلر كان ستوب وونت ستوب. الفرق بالسعر فلكي واثنيناتهم بيجننوا. المنتج رقم 2 من عند تو فيست المشهور جدا، يلي هو البلاش سلاش هايلايتر، بالتحديد ذا كاندي جلو، اول واحد على الشمال. البديل الارخص له هو بلاشين هارت من عند الميك اب ريفولوشن، وحكيت عليه اول ما فتحت القناه، وبالتحديد ذا كوين اوف هارتس ولا الكوينز اوف هارت، وهيدي الكلمه انا كتير 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 بحبها، ولا الجمله. المنتج الثالث من عند فنتي، بالتحديد الفول فرونتال ماسكارا، كتير 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 حلوة هيدي الماسكارا. البديل الأرخص لإلها كتير رخيص، يلي هي وات ذا فيك من عند إيسنس. أي نعم الفرشاية مش بالملي بتشبهها، وإنما متقاربين جدا. وكالعادي مثل ما عم بتشوفوا هون بالصورة، السعر فرق فظيع وواسع وكبير. من نفس البراند الفانتي بيوتي، وهيدي المرة الباليت يلي فيها 6 ألوان
اي شادوز. الباليت رقمها 4 واسمها روز. البديل الارخص لإلها من عند جوفياز بليس، نفس الرينج تبع الالوان ونفس العدد تبع الاي شادوز، زائد بين قوسين الجوفياز بليس كتير مرات ولا اغلب المرات بتعمل خصم. يعني انا دائما بيجوني مساجات 20% 40% خصم. الباليت اسمها ذا بيريز. المنتج التالي هو حمرة بالتحديد من عند سماش بوكس، يلي بيحب الألوان الغامقة الفاقعة مثلي أنا، واسمه جيرل جانج. البديل الأرخص لإله من عند ميلاني، اللونين قراب جدا. هيدي الصورة نوعا ما اللون بيبان إنه فاتح، وإنما هون اللونين جنب بعض، ميلاني أوبسيشن وسماش بوكس جيرل جانج مثل ما عم بتشوفوا، قراب جدا جدا جدا، وكالعادي فرق بالسعر فظيع. النكست برودكت الايلاينر من عند الماك، وهو 24 hours، وحكيت عليه اول ما فتحت القناه، ما بينشال الا بالطبل البلدي، عن جد 24 hours ما بينشال ابدا. البديل الارخص له نفس الشيء من عند ميلاني، وبيضلوا لوقت طويل وقريبين جدا لبعض من حيث الخامه والتكستشر. المنتج التالي مثبت الميك اب من عند وان سايز اون تيل داون، هيدي البراند تبع باتريك سا، هو يوتيوبر مشهور جدا. البديل الارخص له سوبر هولد سيتين سبراي سوبر فيكس من عند الميك اب ريفولوشن، وهي كالعاده دي البراند بتعمل دوبليكيس كتير. النكست برودكت هو جل حواجب بومب براوز فول ان اند فلوري من عند الهدى بيوتي، البديل الارخص له من عند إيسنس. أي نعم الفراشي بتختلف، وإنما الأند ريزولتس هني بزاتهم. المنتج التالي من عند شارلوت تيلبري بالتحديد The Flawless Filter هوليوود، البديل الأرخص لإله من عند ميبيلين بالتحديد الفور إن وان بيرفكتر جلو ميك أب. وانا ان شاء الله راح اعمل ريفيو مفصل على سام اوف ذوز برودكتس، لانه اوريدي عندي وبعدني ما عملت عليهم فيديوهات المشتريات. المنتج رقم 10 واخر واحد معنا اليوم هو ماسك من عند كيلز، اسمه تيرميريك اند كرامبري سيد انرجايزين راديانس ماسك. هيدا الماسك انا حكيت عليه كذا 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 مرة عندي بالقناة، وحتى انه مرتين حطيته حي ومباشر وقلت اديه عجبني وعملت عليه ريفيو مفصل. البديل الارخص لإله من عند ريفولوشن سكين كير، فيتامين سي نفس الشيء، تيرميريك اند كرامبري انرجايزين ماسك. الناس اللي دايما بتسالني على هيدي البراند اذا هي نفسها تبع الميك اب، يس، لانه ميك اب ريفولوشن عندهم الميك اب، وريفولوشن سكين كير لندن عندهم بس السكين كير. يا رب يكون عجبكم الفيديو، الاصوات كالعادي، اذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك، تشتركوا بالقناه. شوفكم فيديو جديد. thanks a bazillion for watching. وما تنسوا إذا بدكم يعني if you wanna be friends or let's be friends بالإنستغرام، هيدي هي صفحتي، بنزل فيها يوميات تقريبا، بنزل فيها صور، بنزل فيها ميني فيديوز، بنزل فيها شوية منتجات for instance يعني القصص والحكايات والروايات يلي ما بنزلها هون عندي باليوتيوب. إذا بدكم الرابط للصفحة بالإنستغرام تحت بصندوق الوصف. وthat's about it. بوسكن بوسات كتير كبيرة. thanks a bazillion for watching، وبشوفكن بكرة إن شاء الله. باي باي.